الجوجي أو توت الجوجي. لقد تم استخدامها في الطب التقليدي منذ آلاف السنين. في الواقع يقال أنها تبطئ من علامات الشيخوخة وتحافظ على صحة العين وتقوي القبض والكبد والرئتين والكلى. حصة صغيرة من هذه الفاكهة مليئة بالألياف والحديد كفيتامينات A, C ومضادات الأكسدة والتي تكافح السرطانات. هي مركبات تساعد على تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة مما يمنع تلف الخلايا. تثير الأبحاث إلى أن زيادة تناولك للمضادات الأكسدة تقلل الالتهاب وتحمي من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.